and welcome to my channel. كيفكم حبيباتي؟ شو اخباركم؟ I'm super excited ان حنكفي دورتنا، واليوم رح اعلمكم هيدا اللوكس، وان شاء الله يا رب تستفيدوا. Thank you so much على كل التعليقات اللي بتكتبوا لي اياها، Thank you so much على كل الدعم اللي بتدعموني اياه طول ما انا موجوده في الحجر الصحي او هون في البيت. قاعدين خليك في البيت، رح انزل لكم فيديوهات اكثر بشكل اسرع. يمكن الاول وقت ما كنت عم بشتغل ما بلحق ان انا انزل لكم، هلا شوي صار عندي فراغ في البيت، رح استغل وقتي بطريقه بوزيتيف. كمان نفس الشيء بتوجه لكل متابعاتي الحلوات، لما تخليكم بالبيت حاولوا ان انتم تستثمروا الوقت تبعكم، مش بس بالتي في، مش بس بانكم مثلا تلعبوا رياضه، لا، حاولوا تتعلموا شيء جديد. فيكم تاخذوا كورسات اونلاين اذا حابه ان انت والله تتعلمي المونتاج، فوتي احضري فيديوهات، جربي ان انت تعملي مونتاج، استثمري وقتك لحتى تقدري تكوني عم تستفيدي من هيدا الوقت. هيدا الوقت هو صدقيني اذا فكرتي بطريقه ايجابيه رح تلاقيه انه هو مقدم لك على صحن من ذهب، لانه اللي بنقول دائما ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، هلا صار عندك كل الوقت لحتى تعملي كل شيء بدك اياه. حتى لو من احدى هيدي الاشياء هي تعليم المكياج، فهي دورة المكياج عم تنزل، الباقي عليك انت ان انت تتدربي. So صدقيني no one can control your life, no one can control your time except yourself. ونحن صبايا اقوى بنات بالعالم، عائلتنا الحلوة هم احلى واشطر واطيب بنات بالعالم. So thank you so much. انا بالنسبة لي كثير فخورة فيكم، فخورة ان كل وحدة فيكم عندها حلم وحابة تحققه من خلال هذه الدورة، وان شاء الله يا رب اكون طرف مساعد لكم لحتى توصلوا الى اي مكان بدكم اياه. خلينا نبلش فيديو اليوم، يلا. قبل ما نبلش حبيباتي خليني اول شيء اسحب على اسم الفائزة، واليوم ما رح يكون في فائزة واحدة، رح يكون في اثنين، لانه اللوكات تبعكم كانت بتجنن. بس اتأكدوا اول شيء ان انتم عم تستخدموا الهاشتاج exactly نفس ما انا كتباه، بالحروف نفسها، بالارقام نفسها، بكل التفاصيل. اول رابحة رح تكون معنا هي صالحة، اطلالتك كتير حلوة حبيبتي، الف الف مبروك، ربحتي فوتشر بقيمة $100. ولان اليوم كتير كنت مبسوطة انه كتير منكم عمل لي منشن على الستوري، وانا كمان نزلت الستوريز تبعكم عندي، فرح ربح كمان محمد عمل هيدي الاطلالة اللي كتير حلوة. وخلينا هلا نبلش بالدرس ونبلش مع بعض صبايا بالدرس اليوم. طبعا الدرس السابق عملنا سموكي خفيف، مش خفيف بمعنى ان المكياج خفيف، انا قصدي خطواته سهلة وبسيطة، عملنا لون واحد بس. اليوم رح نعمل لونين، تمام، لحتى تعرفوا طريقة الدمج بين اللونين. انتبهوا انه السموكي له اكتر من طريقة، رح حاول ان اعطيكم كل الطرق الممكنة لحتى تقدروا تعرفوا تعملوا السموكي، ولما تشوفوا اي رسمة تقدروا تعرفوا هذه الرسمة كيف انعملت. كمان غير هيك ما تنسوا اكيد انه التطبيقات تبعكم رح تنزلوها على الانستغرام على الهاشتاج اللي انتم شايفينه على الشاشه مع المنشن تبع حسابي، وانا راح اختار احدى التطبيقات وراح اربح الفائزه فاوتشر بقيمه $100 من امازون. هيدا الفاوتشر هو تقديمه مني وليس من امازون. بنات ما في اعذار للتطبيقات، فيكي تعملي تطبيق على ايدك، فيكي تجيبي ورقه وترسمي، فيكي تعملي اي شيء، مش شرط يكون عندك موديل، فيك تعملي على حالك، بس اهم شيء يكون الاكونت منه برايفت، لاني رح انشر الحساب وقت الدرس القادم، فانتبهوا كتير لهيدي النقاط. هلا صار الوقت مع بعض ان احنا نبلش بدرس اليوم. تتذكروا الدرس السابق قلت لكم لازم يكون الجفن عليه باودر عشان نقدر نحط اللون وما يخرب معنا. اليوم رح اعمل العكس، رح خلي الكونسيلر مثل ما هو محطوط على العين. اهم نقطة بهيدا الشيء، هيدا تكنيك على فكرة بيعتمدوه من زمان وانا شخصيا بعتمده، لما احس البيجمنت او تركيز اللون بالاي شادو منه كتير بيجمنتد، فبخلي الجفن شوية رطب. بس مش معنى هيك انه طبقة الكونسيلر تكون هالقد، لا، انجأ، يعني تحطي طشونة كأنك عم تستخدمي الكونسيلر كبديل للبرايمر تبع الاي شادو. طبعا انا شخصيا ما بستخدم برايمر اي شادو ابدا، لانه بعتبر انه الكونسيلر بيأدي لي نفس الغرض، سو ماني مضطره. باخذ الكونسيلر هيك شويه بايدي، بعمل هيك اند ذاتس، تشوفوا يعني مش مدبق بس هيك رطب شويه. خلينا نبلش ونشوف مع بعض كيف خطوات السموكي. سو اول خطوه بدنا نعملها نتاكد انه الكونسيلر مفروض مزبوط، تمام. ثاني خطوه دايما لما بنعمل سموكي، سموكي معناه شو بنات؟ انتبهوا بس في شغله كثير مهمه قبل ما نبلش. السموكي اللي هو
الوان طالعه بشكل تصاعدي، يعني بيكون لون فوقيه لون، ما بيكون جنبه لون، هيدا صار رسمه تانية. فلما يكون لون وفوقيه لون هيدا سموكي. فانا دايما لما بقولكم سموكي اعرفوا ان هو لوك دخاني، الوان فوق بعض، غير لما تكون سيمي سموكي اللي هي الالوان بتكون جنب بعض. فنحن الدروس اللي عم ناخدها هلا كلياتها بنات هي السموكي اللي هو بيكون لون فوق لون، سواء لون واحد لونين فوق بعض او ثلاث الوان فوق بعض او حتى اربع الوان فوق بعض، المهم ان هو سموكي. دايما لما بتختاروا الالوان، تركيبه الالوان، حاولوا دايما مثل ما شرحت في الدرس في الدروس السابقه ان لازم الالوان كلياتها تكون من وحي بعض، تقدر تتداخل مع بعض. مثل ما انا اخترت اليوم اللون الاورنج واللون البني، واللون الاورنج راح يعتبر بالنسبه لي لون انتقالي، يعني اللون اللي راح يخلي اللون يتموه ويصير لوك دخاني. البني هيطلع على اورنج راح يطلع على لون جلدي. طبعا السموكي صبايا بنبلش فيه باللون الغامق للون الفاتح، يعني دايما بلش بالغامق لانه بيسهل عليك الفرد. راح اختار انا فرشه تكون مضغوطه مثل هذه الفرشه اللي انا شرحت عنها دايما اللي هي بنستخدمها دايما لوضع الاي شادو. راح اختار اللون البني الداكر، راح اختار هيدا اللون وراح بلش احطه على شكل نص دائره نفس ما عملنا المره الماضيه. اليوم الفرق راح يكون بالسموكين، انا بدي اسحب شويه العين لبرا، طول ما الرسمه تبعي جايه على شكل دائري فانا ما عم بسحب العين لبرا، لهيك راح اخذ السموكي تبعي، شايفين هيدي الزاويه، راح امد هيدي الزاويه عشان اغير شكل السموكي من شكل دائري الى الشكل اللي جاي على شكل لوزه. فهمتوا علي؟ يعني انتم بتتلعبوا بالشكل بالطريقه اللي بدكم اياها، بس الاساس تبعنا دايما بيكون على شكل النص دائره اللي احنا اخذناه بالدرس السابق. هون باجي بعمل نفس الشيء، ومثل ما قلت لكم اول شيء بطلع بتاكد ان خطوطي كلياتها متساويه قبل ما ابلش بوضع اللون الثاني. هلا راح اختار اللون الثاني اللي هو راح يكون اللون الاورنج، راح استخدم هيدا اللون من هيدا الباليت، وراح اخذ فرشه مضغوطه بس صغيره. ليش صغيره؟ لانه انا هون عندي المساحه كبيره فبستخدم فرشه كبيره، لما بشتغل على مساحه صغيرة بستخدم فرشة صغيرة. فرح اخذ اللون الاورنج، شيل الزيادة وبلش بعمل نص الفرشة عند اللون البني ونص الفرشة عند الجلد وبحط اللون، بس ما عم بعمل شي غير ان انا بحط اللون. شايفين عم حط اللون على نفس الشكل اللي انا حطيته بالبداية. راح اخذ اللون الفاتح تمام اللي بالباليت وراح احطه تحت الحاجة. بهيك اكون انا شو عملت؟ حطيت كل الالوان تبعي. هلا باخذ فرشة مفروشة بس تكون صغيرة بالحجم، فاليوم لاني هفرد لبرا فرح ابلش فردي من جوا. طبعا لازم تحضروا الدروس السابقة عشان تكونوا فاهمين انا على شو عم بحكي. باجي هون اعمل حركات دائرية، عم شوف فرد معي، انتقل انظف فرشتي وانتقل للمنطقة اللي بعدها. فرد معي، امسح فرشتي وبلش انتقل للمنطقة اللي بعدها. لما تيجوا عند الطرف الخارجي بنات ديروا بالكم ما تعملوا ابدا فرشتكم هيك، لانه راح ينزل معكم اللون لتحت. دايما فرشتكم في الطرف الخارجي تكون على شكل هيك عمودي جاية. هيك انا فردت ما بين لون الاضاءه واللون الاورنج. هلا راح افرد ما بين اللون الاورنج واللون البني. هلا راح اخذ فرشه ثانيه، انتبهوا كل لون بستخدم له فرشه، وببلش احط نص فرشتي عند اللون البني
نص فرشتي عند اللون الاورنج في مكاني، لا بفوت في اللون البني ولا بطلع على اللون الاورنج، وبضل امشي على الشيب اللي انا رسمته بالبداية. فباجي هيك اعمل حركات دائرية، اشوف فرد ايه فرد، يلا انتقل للنقطة اللي بعدها، بلش هون، اجي اعمل حركات دائرية، اروح وارجع اللون في مكاني، ما عم طلع اللون كتير لفوق ولا عم نزله لتحت. هلا باجي هون كف الفرد تبعي، هلا صبايا رح اخذ فرشه نظيفه، رح اخذ فيها هيدا اللون الاورنج اللي فيه لمعه، حابه احط شويه منه، بس رح امشي هيك على شويه فرد اللون الاورنج عشان يضوي لي اللون مو اكتر. That's it. بعدين رح مسح الفرشه توتالي، وبعمل هيك عشان شو اموه اطراف الزاوية الأخيرة من العين. نفس الشيء رح أعمله بهيدي العين. اليوم بنات رح أحط كحل أبيض عند زاوية العين الخارجية، اكون عم بطلع ستريت، تحكوا للكاستمر تبعك تطلعي ستريت، تطلعي ستريت، تسحبي اللون هيك لبرا، شوفوا هيك، تطلعي ستريت وتسحبي اللون لبرا. هلا بفرشة صغيرة اوكي مضغوطة، رح اخد اللون البني اللي انا حطيته فوق العين وببلش احدد العين من تحت. اوكي بنات، وانا بسجل الكاميرا طفت وما بعرف الصراحه لوين ضليتوا معي. anyway رسمت الاي شادو اللي فوق العين، حطيت الكحل، قلت لكم ان الكحل لازم نحطه عند زاويه العين الخارجيه. هيدي الرسمه بتلبق كتير للصبايا اللي عيونهم صغيره واللي عيونهم كمان مبطنه، بتلبق لهم هيدي الحركه. الحركه هاي للعيون الصغيره، الحركه اللي هي الرسمه رسمه السموكي للعيون المبطنه مثل عيون اصاله، بتلبق لها كتير اللوكات السموكي مثل ما دايما بتشوفوها هي بتعمل. بعدين لما بتيجوا تحطوا الكحل فيكم تختاروا ما بين الابيض وما بين البيج، شيء راجع لكم، بتحطوا عند الطرف الخارجي فقط، وبعدين ايدكم تكون ستريت تسحبوا هيك، ستريت تسحبوا هيك بس عشان يطلع عندكم هيدا الخط الابيض. بعدين بتحطوا الاي شادو على الجفن السفلي بفرشه تكون مضغوطه، واكيد ما بتيجوا عند اللون الابيض، يعني بترسموا تحت اللون الابيض بهيدي الطريقه. اند ذاتس ات. وحطيت كمان لون بني عند زاوية العين لأنه أنا اليوم ما راح أحط أيلاينر هون، وحابة الصراحة اللوك يكون دخاني عند زاوية العين الداخلية. نفس الشيء راح أعمله بالعين الثانية، وبطلع لفوق عشان الجفن السفلي ينشد معي، وببلش أعمل لوك سموكي تحت العين. شايفين تحت الخط الأبيض. سو جدا مهم من البداية إن أنتوا تكونوا راسمين زوايا اللون الأبيض نفس الشيء. هلا صبايا رح اركب الرموش، رح اركب نفس الرموش اللي انا استخدمتها باللوك تبع المرة الماضية اللي هو رمش فرح من هدى بيوتي. بستخدم انا الجلو، افضل جلو بالنسبة لي هو هيدا ديو، بتلاقوه في ميك اب فوريفر وبتلاقوه بانجلوت. تمام، دايما شو بعمل، بحط الرمشين هيك بايدي وبلش احط الجلو. بتمنى انتوا تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي خليت لكم اياها في خانه الوصف تبع الفيديو السابق، لان انا شارحه فيها بالضبط كيف تقدري تركبي رموش، سواء رموش كامله او حبه حبه، كيف بركب للكاستمر بخليها تطلع لتحت، مو تسكر عيونها، تطلع لتحت. اوكي مثل ما انا عامله هيك، رافع راسي وعم بطلع لتحت، وباجي بنيم الرموش بهالطريقة، فوالا خلصت. نفس الشي هون، تطلع لتحت، حط الرمش بهالطريقة، فوالا. يعني ما تشتغلوا في العين ابدا ابدا لحتى الرمش يثبت 100%. هلا ما رح نحط ماسكارا ولا رح نحط ايلاينر ولا رح نعمل اي شيء. اليوم كمان في تكنيك مختلف حبيت اعلمكم اياه، بدل ما انتوا تحطوا ايلاينر في البداية
قبل ما تركب رموش. اليوم راح نعمل ايلاينر بعد ما نركب الرموش، ليش راح اقلكم بس يجف الرمش. بهيدي الاثناء صبايا راح اخذ فرشه واشيل الباودر اللي انا حطاه تحت العين، ومعه راح ينشال اي باودر وقع معي اثناء وضع الاي شادو. بهيدي الاثناء صبايا راح اخذ الكونتورينج باودر تبعي وراح ابلش اعمل كونتورينج بلاشر وهيدي الامور لحتى الرموش تنشف واقدر بعدين اكفي العيون. سو باخذ اول شيء الفرشه، طبعا حكينا هيدي النقاط شرحت عنها قبل فما راح احكي عنها مره ثانيه. هلا راح اخذ احمر الخدود من نارس درجه تاج محل، هيك لونه لون اورنج. راح اخذ فرشه ما فيها ولا لون، راح بلش اعمل هيك عشان افوت كل الواني مع بعض وما اخلي ابدا في اي حدود بالوجه. وصلني كمان هيدا الباليت من نورث، الوانه كتير كتير حلوه. التكتشر هيك ما بعرف جاي على الجل على باودر. I really like the colors، والكولرز على فكره very pigmented لما جربتها على ايدي. سو راح اخذ انا اليوم هذا اللون. وخليني بالمرة ارسم الروج لحتى افرجيكم كمان طريقة تانية مختلفة عن رسم الروج اللي انا علمتكم اياها الدرس السابق. المرة الماضية عملنا الدوك ليبس، هالمرة رح نعمل اذا بدكم تصغروا الشفايف، مع اني انا ما بحبها بس رح فرجيكم كيف. سو اذا بدكم تصغروا الشفايف بنات، حاولوا ان انتو ترسموا جوا اللاين الطبيعي تبع الشفه، يعني شايفين هون اللاين ما بجي برسم فوقه ولا عليه. شايفين؟ جوا اللاين. انا ما بحب شفايفي هيك، بس عم برجيكم يعني الفكره هو انتو بدكم ترسموا جوا الشفه مو برا. طيب عادي هلا، صح عادي هلا هكبر من هون. ورح اضبط الشيب تبع رسمة الشفايف. وما تنسوا بنات اذا بدكم انتو تعملوا شفايف مثل ما انا بحبها شخصيا، حاولوا ان انتو هون كمان ترسموا رقم 8 هون وهون. نفس ما شرحت بالدرس الماضي. رح استخدم روج هيك لونه عشان يكون من نفس وحي الميك اب، وراح احط جلوف كمان باللون الاورنج. بدي اخبركم على شغله كثير مهمه، وقت ما تستخدموا ارواج للكاستمر بدكم تنتبهوا كثير للهايجين، يعني انتم ما تحطوا الروج دايركتلي على شفه الكاستمر تبعكم، لا تستخدموا الفرشه الخاصه بالروج وترسموا فوق الليب لاينر، لانه يو نيفر نو، يعني دائما الوقايه خير من ان الزبونه تشتكي عليكي او يصير لها شيء او تتحسس او وات ايفر، لانه دائما الروج الايلاينر هيدي القصص دائما بتنتقل من كاستمر لكاستمر، فكونوا كثير حريصين ان انتم كل شيء عندكم معقم وعن جد عم تديروا بالكم على كل شيء. هلا رح استخدم الماسكارا، الماسكارا اللي انا رح استخدمها اليوم من لوريال، كثير كثير بحبها. لسه ما خلصت العيون، ها انتبهوا بس عم فرجيكم يعني كيف رح افنش اللوك تبعي. رح اخذ الماسكارا بحط صبعي هيك، بحكي للكاستمر تطلع لتحت، بحط صبعي هون، برفع الجفن لفوق، وبعدين بستخدم الماسكارا كلاصق كلاصق. ما بحط الماسكارا على الرموش الصناعيه، لا بستخدمها كرمال لزق الرموش الطبيعيه بالرموش الصناعيه، سو ما بيجي ابدا انا على هذا الطرف،
انا كل اللي انا بحط الماسكارا عليه هو هيدا الجزء اللي هو رموشه الطبيعيه. اذا الكاستمر تبعك دمعت حبيبتي، خدي قطن تبع اذن اوكي، وبعدين حطيه هون عند مدمع العين عند هاي الزاويه اوكي، وبس تحطي هيك هيك تحت. هلا بنات نيجي للايلاينر. تمام، فايدة الرموش ان انا بقدر اشوف وين اخر رمش وارسم بعده واسحب العين. شايفين وين اخر رمش كيف جاي هيك؟ فانا بطلع ستريت، بحكي للكاستمر تطلع ستريت وبرسم ايلاينر هيك. هيدي الحركة بتساعد بناتنا ان احنا نمد العين ونوسعها اكتر. وتتذكروا وقت ما بحط العين التانية دايما بخلي الكاستمر تطلع فيها عشان اشوف نفس اتجاه الايلاينر اللي انا رسمته بهيدي العين، وبهيك تكونوا عم تتفادوا انه كل عين تطلع شكل. Which is على فكرة اكتر سؤال بينسأل لي انه ميتا كل مرة بنرسم مكياج بيطلع عين غير عين. هو عادي يطلع عين غير عين على فكرة، بس مش كتير، مش لدرجة تكون ملحوظة، عرفتوا؟ لانه مستحيل اي حدا رح يظبط 100% بالملي متر تطلع العيون نفس الشيء. بس المهم ان نحن نقدر نوصل اقرب ما يكون للكمالية او لللوك الصح. كمان اليوم رح اعلمكم حركة حلوة، بتيجوا هون تخلي الكاستمر تطلع لفوق، تحط الايلاينر عند هذه الزاوية، فقط عند هذه الزاوية بهالطريقة. شايفين؟ That's it. بس المدمع جوا جوا المدمع جوا المدمع، مو من برا، من جوا. هلا بنات كمان رح كفي بالايلاينر. شايفين الخط هيدا اللي انا عاملاه هون؟ رح امشي عليه بطريقة جدا 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 ناعمة، خط خفيف. That's it. That's it. ما رح اعمل ابدا اي شيء اكتر من هيك، بس عشان يبرز لي فتحة العين اكتر، لانه اللون الابيض اذا فوقه غامق وتحته غامق رح يبرز اكتر. سو بيعطي اللوك والالوجن ان العين واسعة مع انه العين هالقد ده. وهيدا هو صبايا اللوك النهائي لدرس اليوم. اكيد في الاخير لازم تحطوا السبراي مثبت، بس بما اني انا رح امسح المكياج فما رح احط السبراي مثبت، لكن مثل ما انتم شايفين الخطوات هي خطوات جدا سهله اذا اتبعتوها خطوه بخطوه، وحاولوا تاخذوا كل رسمه على حده. خلصوا الدرس لحتى ينقلكم للدرس اللي بعده، سو كتير مهم بالنسبة لإلي بنات ان انتو تتدربوا كتير منيح. اكيد حبيباتي حابة اشكركم على متابعة هذا الفيديو، ما تنسوا اكيد تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اعملوا التطبيق تبعكم، واكيد ما تنسوا تستخدموا الهاشتاج والمنشر. رح اختار من احدى البنات اللي طبقوا هيدا اللوك، فيك تختاري اللون اللي بدك اياه، فيك تعملي كومبينيشن بدك اياها ما بين الروج والاي شادو، المهم نفس فكره اللوك لكن بطريقتك انت. ما عندي ابدا اي مشكله، فيك تطبقي على حالك، فيك تطبقي على حدا من رفقاتك، فيك تطبقي على حدا من عيلتك، فيك تطبقي على البنوت اللي بتشتغل عندك، فيك تطبقي على ايدك، فيك تطبقي على ورقه، فيك تطبقي على مانيكوين. المهم بنات بدنا تدريب لحتى نقدر نتمرس في اللوكات اللي نحن بنعملها ونصير محترفين. So thank you so much صبايا for watching. I love you to the moon and back. بتمنى يا رب اني اقدر اجيب لكم مودلز، بس اليوم سمعت قرار ان هم ايدوا الحركة لمدة 24 ساعة في دبي، في امارة دبي وين ما انا عايشة، ايدوا الحركة توتالي 24 ساعة ما عدا فئات معينة. فما بعرف شو بده يصير بشغلي، ما بعرف اي شيء. فان شاء الله يا رب الله ييسر لنا امورنا يا رب هذه الفتره، وتضلوا بخير وبصحه وعافيه بنات. ديروا بالكم على حالكم، خليكم بالبيت، ما تطلعوا الا بالضروره، ما تدخلوا شيء عندكم البيت الا لما تعقموه. انتبهوا كثير من الموبايل، لان الموبايل ما كثير عالم عم تعقموا. اذا بدكم تحطوه على طاوله باي مكان حطوا محرمه وبعدين حطوا الموبايل تبعكم. انتبهوا كثير
انكم تكونوا قريبين من حدا، لازم الماسك، الجلوفز، التعقيم، هيدي الامور كلياتها لحتى هيك الله يحميكم يا رب. So thank you so much for watching. اكيد ما تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. I love you so much. اختكم ميثا عبد الجليل.